بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل منا يبحث عن السعادة، كل منا يريد أن يعيش سعيدا هانئا مستقرا، بعيد عن المشاكل، بعيد عن الخلافات الأسرية، بعيد عن المشاكل الزوجية، بعيد عن المشكلات بين الأب وأولاده. الكل يريد أن يستقر في حياته، فالذي يريد السعادة عليه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البعض من الناس يرى بأن السعادة في البيت الواسع، في المنصب، في الجاه، في النسب. ليست هذه السعادة. اسألوا الأغنياء. البعض من يملك الملايين والله يعيش في جحيم، يقول أنا أعيش في جحيم وفي تعاسة وفي شقاء بسبب بعدي عن طاعة الله عز وجل وبعدي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم تشتكي من العين، تشتكي من الحسد، وتشتكي من السحر، تشتكي من المرض، كل ذلك بسبب بعدنا عن طاعة الله عز وجل عن ذكر الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن شفاء ورحمة للناس، وهذا ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل فالذين يعرضون عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعيش في ضنك، في ضيق، في ملل، في حزن. يقول لك أنا متملل، متضايق. بسبب ماذا؟ بسبب بعده عن طاعة الله عز وجل، بسبب بعده عن ذكر الله عز وجل. ولكن الذي يكون قريب من الله سبحانه وتعالى وقريب من ذكر الله عز وجل والله يعيش في سعادة وفي طمأنينة قلبية. يقول الله عز وجل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ترتاح هذه القلوب وتسعد هذه القلوب بسبب قربها من الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الحبيب، أختي الكريمة، اقتربوا من الله سبحانه وتعالى ومن ذكر الله عز وجل، وتأملوا هذا الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن البيت ليتسع بأهله وتحضره الملائكة وتهجره الشياطين ويكثر خيره إذا قرئ فيه القرآن، وإن البيت ليضيق بأهله إذا لم تحضره. إن البيت ليضيق بأهله وتهجره الملائكة وتحضره الشياطين ويقل خيره إذا لم يقرأ فيه القرآن الكريم. بسبب بعدنا عن طاعة الله عز وجل وعن ذكر الله عز وجل يصبح الإنسان مهموم، متضايق، متملل، حزين بسبب هذا البعد عن ذكر الله عز وجل. فعلينا أن نكون قريبين من الله سبحانه وتعالى، أن نكون قريبين من طاعة الله عز وجل. أنت عندما تدخل البيت لا بد أن تذكر الله سبحانه وتعالى، لا بد أن نحول هذه البيوت إلى واحة غناء، إلى روضة من رياض الجنة. لا بد أن نجعل هذه البيوت مجالس من مجالس الذكر. الله سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى ويقول أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم بسبب قربنا من الله عز وجل ومن ذكر الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تدخل البيت عليك أن تقول بسم الله. لماذا؟ أنت عندما تقول بسم الله لا تدخل الشياطين وتبقى الملائكة، وأنت عندما تخرج من البيت عليك أن تقول بسم الله. اسمعوا إلى هذا الحديث وتأملوا هذا الحديث العظيم، والله فيه خير عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قد كفي ووقي وهدي وتنحى الشيطان عنه. تنحى الشيطان عنه عند ذهابك إلى عملك، عند ذهابك إلى أي مهمة، إلى أي أمر. قل هذا الدعاء عندما تخرج من البيت، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. حافظ على هذه الأذكار. يا من تريد السعادة، يا من تريد أن تتغير حياتك، اتعب على نفسك وحافظ على الصلوات الخمس المسجد. حافظ على الصلوات الخمس المسجد، ليست فقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى الفجر حافظ عليها. أنت تضع المنبه للعمل
وتذهب للعمل وتخاف أن يخصم عليك من راتبك، احرص كما تحرص على عملك احرص كذلك على صلاتك. والله الذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، في حفظ الله ورعايته. والله طول يومك سوف تشعر بالسعادة لأنك حافظت على صلاة الفجر في المسجد. كذلك أختي المسلمة، حافظي على الصلاة في وقتها، لا تجعلين الشمس تشرق وتطلع الشمس وأنت لم تصلي الفجر. الكل يعاون الآخر على طاعة الله عز وجل. الزوجة تعين زوجها على الطاعة، الزوجة تعين كذلك أولادها على طاعة الله عز وجل. أفراد الأسرة كلهم يعيشون في هذه المجالس الإيمانية التي تشعرهم دائما بأنهم في حفظ الله عز وجل وفي تأييده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: أمسك عليك لسانك. عندما سأله الصحابة، أحد الصحابة: من نجاه يا رسول الله؟ من نجاه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وابكي على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، لا تتكلم في أعراض الناس، ولا تتكلم في فلان، ولا تنقل إشاعات. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي بوسائلها الكثيرة، تويتر، إنستغرام، سناب شات وغيرها، ما أن يأتي الخبر لشخص ما إلا ويرسل هذا الخبر إلى الآلاف من الناس. لا ترسل، إنما تأكد وتثبت. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أي تثبتوا. لا تتكلم إلا بخير، اجعل هذا اللسان دائما يذكر الله سبحانه وتعالى، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقرأ القرآن. إذا شعرت بضيق افتح المصحف وقرأ صفحة صفحتين من كتاب الله عز وجل، والله سوف تشعر بالراحة، سوف تشعر بالأنس بسبب قربك من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.